والحقيقة أنا بس يعني المحاضرة دي كنا قدمناها مرة زمان تقريبا سنة 2018 صح؟ 2018 لترينيز زمالة، وكل الكريدت النهاردة رايح للدكتورة رفايدة السملاوي لأنها اللي أصرت إن أنا أعيدها تاني. أنا كنت عملتها كده إيه فور إيعة وخلصت منها وخلاص هتسألني عليها تاني، فهي اللي أصرت إن أنا أعملها تاني، وطبعا دبستني إن أنا أقعد أحضر وأبديت وأعمل كده وبتاع. فلو حصل أي إيرور يبقى المشكله دكتوره رفايده. شكرا دكتوره رفايده حقيقي، لان انا لما جيت اعمل تاني يعني ابديت للمحاضره لقيت حاجات جديده، فكويس ان احنا هنتكلم فيها ان شاء الله. طيب، هو احنا ليه اخترنا بالذات الاوديتوري فيربال هالوسينيشنز في البراكتس بتاعنا كده؟ قد ايه من العيانين بيبقى عندهم هالوسينيشنز؟ وانا محتاجه ان انتوا يعني تردوا عليا، حد يقول اي رقم؟ يعني اي رقم عينين مين اللي عندهم هالوسينيشن؟ سايكوزس، سكيزوفرينيا، عظيم عظيم. دراج اندوسد، اوكي. فاحنا عندنا يعني السبيكتروم اللي بنشوف فيه الهالوسينيشنز كبير قوي، فاحنا عشان كده محتاجين نفوكس على الاوديتوري بالذات. ليه الاوديتوري بالذات؟ لان مش كل ثانية مش كل الـ الناس اللي عندها هالوسينيشنز عندها سايكوزس، دي حاجة. والحاجة التانية ان اغلب الهالوسينيشنز اللي هما بتوع بقية الفايف سنسز رير، يعني سواء فيجوال او اولفاكتوري، وغالبا غالبا بتبقى اسبابهم اورجانيك او حاجات فيها اميونولوجي يعني. فاحنا دلوقتي بس انا عايزة اوريكم كده فيديو عن ازاي العيان بتاع الاوديتوري هالوسينيشنز بيستقبل هيز اون هالوسينيشنز. ايه انواع الهالوسينيشنز اللي احنا نعرفها الاوديتوري يعني؟ ممكن نعلي صوتنا بس عشان ال ايوه حاجات مثلا. تمام، ديسكليمر كده. تمام كده في الامان ولا ايه؟ طيب ده دي الأصوات اللي بتكلمه، الصوت اللي احنا سامعين ده بس الأصوات اللي بتكلم المريض. أنا في كوماندينج، في كومنتينج. في صوت إيكو، أفكاره. Go ahead. Multiple voices. وأوقات بتبقى single voice. Nobody wants you. No one could. They don't care. They are evil. He's watching my leg. He's stank. Smell. Why is he not that? Stupid. Insulting. Don't touch that. Eat it all. Don't touch that. شايفين عشان يختار بس حاجة يشتريها في كمية كونفليكت في دماغه غير طبيعية. Where'd they go? بقى whispering. She knows. دلوقتي هيحاسب عادي جدا. Don't trust him. No. You can't even look at you.
مش بيبص لك، ده اكيد بيراقبك. اسرق واجري. That's right, please. Run. Outside. You're still not safe. He's not even gonna bother with calling the cops. Yeah, so you wanna steal that too? Steal a movie. Go ahead, I know you want to. That's always worthless. Get out of there. There they are. It's a waste of space. Music. To your left. Run. Just walk in front of that truck. What's the problem? Worthless. It's not safe. احنا عرضنا حوالي 3 دقايق بس من احساس بني ادم عنده اوديتري هالوسينيشنز. حسيته بايه؟ صدعت، ما قدرش حتى ياخد قرار ان هو يشتري ايه من الماركت. طول الوقت مستقبل الحاجات اللي بالناس حواليه او كده، ان هم يا اما بيرسكيوتنج او ان هم، فده مأثر على ديسيجن، مأثر على الديسيجن ميكنج بتاعه، مأثر على مشاعره طبعا. وفي الاخر حتى وهو بيحاسب على الكاشير كل في دماغه ان هو كده سرقهم، فاطلع يجري علشان يعني حتى الجادجمنت كله فيه مشكله. ده بس بسبب اوديتي هالوسينيشنز. فانا عارضه الفيديو ده مخصوص علشان we need to empathize مع العيانين السايكوتيك بالذات، لان الاكسبيرينس دي صعب تخيلها. يعني فكره ان حد طول الوقت صوت بيكلمه في ودانه، دي اكسبيرينس صعبه ان احنا نتخيلها. احنا ممكن مثلا دكاتره البطنه يحس بوجع المريض اللي عنده حاجه في بطنه مش عارف ايه، جربه، هي هاز اكسبيرينسد قبل كده. بس الاوديتي هالوسينيشنز من الحاجات الصعبه جدا، وبما انها فيري فريكوينت زي ما احنا قلنا، فاحنا محتاجين نفهم قد ايه هي بتبقى تجربه ستريسنج للعيان. وهو بيبقى محتاج علشان يبقى انفولفد في العلاج، محتاج اكسبلانيشن، محتاج يفهم، وهو ده سبب المحاضره النهارده، محتاج يفهم هو ده جالي ازاي، لان هو بيرسيفنج ات على انها حاجه جايه من بره. فازاي هي حاجه جايه من بره وانت بتقول لي ان ده مخي هو اللي صانعها؟ انت مش فاهم ومش حاسس بيا ومش مستوعب اللي انا فيه، وده ممكن يخليه مش انجيجد وما يعملش دكتور بيشنت ريليشن شيب تخليه يكمل في العلاج. احنا دلوقتي الاغلب المرضى وخصوصا سنهم صغير عندهم كل الداتا على جوجل وعلى الانترنت، بيقدروا بيقولنا وهم اوريدي عارفين الدوبامين والسيروتونين باثويز، ويكلموا في ده والريسبتور ليفل وما اعرفش ايه وبتاع. فهو بيبقى جاي لك حارق كل الحاجات اللي انت ممكن تشرحها له، فانت محتاج تدخل ديبر اكتر وتقول له، تشرح له اكتر على مستوى البرين وعلى مستوى الخلايا ده بيحصل ازاي، عشان هو يقدر يستوعب ان دي حاجه ميديكال. ده اولا. ثانيا، لان لحد النهارده في ناس مقتنعه ان الطب النفسي دي حاجه خزعبليه، يعني اللي هو احنا كده بنقول شويه اعراض مع بعض، فالاعراض دي مع بعضها بتقول كذا، فده مش طب اساسا وده مش ميديسن. ففكره ان لا ده حقيقي، ده هو حاجه بتحصل على مستوى الخلايا، فدي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثالثه بقى، الناس اللي بتلجأ للتراديشنال هيلرز، وعلى فكره ما بقاش زي زمان اللي هم اللو كلاس بس، لا ده فيري هاي كلاسز وبيلجأوا للتراديشنال هيلرز. طبعا دلوقتي الموضه الجديده الريكي والعلاج بالطاقه والخزعبلات دي برده كلها، وطبعا ان شاء الله الحاجات دي كلها خزعبلات. لا لا، الريكي دي حرام شرعا، دي حرام شرعا، يعني مش عايزه ادخل الدين في الموضوع بس هي اصلا حرام. فاتفضل. ليه لما الاصوات بالكميه الكبيره دي وبالانواع المختلفه دي دايما بنلاحظه ان العيال لما بنساله عن الانترنسيشن دايما يا بيجي نار يا بيتكلم عليها قليل قوي يا بيوصف حاجات بسيطه؟ طبعا طبعا طبعا. هو طبعا الفيديو ده توضيحي، فهو جايب كل الانواع، بس معاك حق، لان اوقات انت لو عملت رابور كويس مع العيان وبعد شويه اعترف لك بالاصوات هيقول لك قالوا لي ما اقولكش ان هي بتكلم، يعني دي فيري كومن، الصوت بيامره انه ما يكلمكش. تمام.
حاجة تانية ان هي من كتر ما هي تجربة قد فممكن يبقى خايف يقولها. يعني انا ساعات بشوف عيانين very high education وهو فاهم ان ده معناه psychosis وفاهم ان psychosis ده حاجة كبيرة، فبيخاف يقول لأهله او يقول للدكتور عشان ما يتحطش في كاتيجوري مختلف عن كاتيجوري الانكزايتي وديبريشن وكده، فبيضطر ان هو يخبيها او يقولها من على الدائري. فانت لو عملتش assessment لكل عيان عندك انت فعلا ممكن تمس. وعشان كده احنا دايما بنتكلم في الستراكشرد انترفيو ان احنا لازم نعدي على كل السيمتومز ونسال على كل البرسبشنز وعلى كل الهلوسينيشنز وعلى كل حاجه. تمام. ففكره التراديشنال هيرز والريكي والطاقه والحاجات دي بقى الشكل الموضه الجديد بتاع الحاجات دي. للاسف انا شفت حالات كتيره ريليتد للموضوع ده، يعني من كتر ما هو بيدخلوا في حاله شبه الترانس كده ممكن يوصلوا ان هما يبرسيف هالوسينيشنز اصلا. تمام. فده مهم. فزي ما حضراتكم قلتوا احنا عندنا 70% من عيانين سكيزوفرينيا عندهم هالوسينيشنز بتبقى مينلي اوديتوري. طبعا البوردر لاين اسفه الباي بولر حوالي 30% بيبقى عندهم سايكوزس. البوردر لاين شايفين نسبه 29%، يعني احنا كتير جدا بنشوف بوردر لاين متشخصين غلط ان هم سايكوزز مع ان هم اصلا بوردر لاين، لكن الفكره ان هم جالهم مايكروسايكوتيك ابيسودز او زي هاف اكسبيرينسد الهالوسينيشنز. فعشان كده بصوا بقى اللي جايه دي تراي سايكليك ديجوكسين بروبرانولون وبنزتروبين. بنزتروبين اللي هو ايه؟ الكوجنتول او البيبريدين. اللي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنديه للعيانين كلهم تقريبا ويجي العيان لسه بيعمل هلاوس، فنروح مزودين الانسيكوتيك ومزودين الكوجنتول فتزيد الهلاوس. عشان كده هو مش من احسن الحاجات اللي احنا نديها دلوقتي. وطبعا في نيو انتيكولينرجكس احسن منه. يعني الديسوشيشن والبوست تروماتيك، ممكن البوست تروماتيك الفلاش باكس تيجي بشكل هلوسينيشنز، ممكن جدا. الدراج انديوسد زي ما انتوا قلتوا والديليريوم تريمنز والالكول. الناركوليبسي بيحصل فيها هالوسينيشنز في الاتاكس بتاعه السليب. طبعا طبعا برين تيومرز على حسب الاريا اللي موجود فيها التيومر. سيستميك لوبس، الباركنسون، لوي بادي ديمنشيا. بصوا بقى اللي جاي دي 30% من 7-30% من الاطفال والادوليسنتس. فاحنا محتاجين جدا عشان كده، يعني عشان انا اشخص سايكوزس في تشايلد دي حاجه محتاجه مني مجهود واكسكلوجن وان انا اجو فيردر كل حاجه. القاتله بقى واللي انا يعني عايزه من ضمن الحاجات اللي احنا نطلع بيها النهارده ان نص الناس اللي في جريف رياكشن بيسمعوا هالوسينيشنز. عشان ده مش باثولوجيكال جريف ولا حاجه، ده جزء من الجريف رياكشن ان حد فقد، وخصوصا لو ناس ازواج او مثلا اسره بقالهم فتره طويله عايشين مع بعض، فهي بتسمع صوته طول الوقت، هو بيشوفها طول الوقت، هو بيسمعها بتناديه بتقول له حاجه بترد عليه which is normal. وكل اللي بنبقى محتاجينه يعني اوقات العينين بيجوا مخضوضين جدا ومحتاجين بس اشورنس هو انا كده انا فقدت عقلي هو. وبعدين ساعات يقعدوا يتكلموا عن ده فالناس تفضل تقول لهم او تستريس عليهم ان ده اتس نونسنس واللي انتوا بتقولوه ده وخلاص، يعني ده جزء من الرياكشن ومحتاج ياخد وقته ويعدي. السودو هالوسينيشنز ودي اوقات كتيره ناس بتكسبيرينس ات واللي احنا بنسميها فيسيولوجيكال هالوسينيشنز. مفيش حد فينا ما جالوش مره وهو بيقوم من النوم او هو بينام اللي احنا بنقول عليها هيبناجوجيك وهيبنابومبيك هالوسينيشنز، ودي فيري كومن. وبرده بيبقى العيان جاي لنا بانيكد من فكره انا بهلوس، انا سمعت حاجه، انا شفت حاجه، طب كده في ارواح في البيت، طب مش عارف ايه، طب احنا كده، طب ازاي، لكن في الاخر بيطلع انها كده. اتفضلي. ما بين رينج ما بين نورمال وما بين لو في الناس في كده. هو احنا النهارده بنتكلم على هالوسينيشن بيور، لكن هل الهالوسينيشن دي ريليتد لسايكايتريك إلنس ولا لا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. مش شرط خالص ان الهالوسينيشن تبقى ريليتد لسايكايتريك إلنس. حاله الترانس بقى اللي كنت لسه بقول عليها، الناس اللي هم المتصوفين اللي بيقعدوا يلفوا ويعملوا حاجات كده، ساعات بيسمعوا اصوات، ساعات يقول لك مش عارف مين الولي كلمني ومش عارف الحاجات دي. وطبعا السنسوري ديبريفيشن. دكتور دي ممكن يكون انسيباتوري مثلا، هشرحها بالتفصيل، ليها سلايد واحده. تمام.
دي الكورتكس طبعا يعني احنا محتاجين نحفظ كل اريا بتاعت ايه، يعني الناس كمان اللي لسه بادئه جديد لازم نحفظ كل حاجه بتاعت ايه والكونكشنز بتاعتهم ازاي والباثويز دي مهمه جدا. فاحنا اول حاجه اللي هي البرايمري اوديتوري كورتكس دي بتستقبل ايه؟ الاصوات بيور كده، يعني كونكريت كده بشكل كونكريت، بتستقبل الصوت بس تسمعه ب ت ج بس كده، صوت بيور من غير ما تحط عليه اي اضافات، يعني هو بس فكره ان انا بسمع صوت زي كده ما جوجل بيسمعني. طيب السكندري اوديتوري اريا بقى دي اللي مسؤوله انها تزود التفاصيل، يعني الفوينكس، عارفين الفوينكس؟ في حد ولاده بيتعلموا صوت؟ حد عارف الفوينكس؟ ايه الفوينكس؟ تربيطة الحروف ببعضها، نطقهم، التش، الاس، يعني الحاجات دي، دي ليفل اعلى من الحروف نفسها او من الاصوات نفسها، دي ليفل اعلى. الفيرنكس اريا مسؤول عن ايه؟ حلو، يبقى دي مسؤولة عن language comprehension، أفهمها بالضبط، أفهمها وحط عليها الصبغة بتاعة ال perception بتاعي. تمام؟ طيب تفضل. احنا لما بنريد كمان الريدنج بنترجم على انه sounds بنسمعها. ايوة عظيم، عشان كده في السلايد دي مكتوب ايه كمان؟ البروكاس اريا. تمام؟ مش بس ان الصوت اللي انت بتقراه بتسمعه، لكن كمان انت هترد على ده ازاي، او انت لو بتقوله هتقوله ازاي بالظبط. يعني انت جبت حته حلوه جدا. طيب الانتيرور سنجلت جايروس احنا كنا اتكلمنا عليه كتير قوي في محاضره الايموشنز، ده بتاع ايه بقى؟ ده اللي حط صبغه الايموشنز، المشاعر، يعني الصوت ده بيتقلي بتهكم، الصوت ده بيتقلي بزعيق مثلا. تمام؟ فانا مستقبل الصوت ده ازاي والاتنشن معاه. الدورس لاترال بي فرونتال كورتكس اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الاكزيكتيف فانكشنز اصلا، فدي المسؤوله عن ايه بقى؟ ان انا وعيت بده ازاي واستقبلته ازاي، اللي هي التقفيله بقى بتاعه القصه كلها. تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا، هو الصوت اهو بيدخل على الكوكيا، يستقبل هنا. بصوا بيعدي على ايه بقى؟ كل اللي بيعدي عليه ده مهم جدا عشان يوصل للكورتكس. اللي بيعدي عليه ده بقى بيعمل فيه ايه؟ اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده، بيحط التاتش بتاع البرين، وده اللي انا عايزه نطلع بيه النهارده من المحاضره. ف اب تو ان كل بني ادم من الناس اللي احنا عارفينهم ليه نيورونز خاصه بيه تسمعه. بصوا بقى الابداع، يعني ان البني ادم ده انا بسمعه بنيورونز دي، وفي نيورونز مخصوصه للاصوات الجديده، وفي نيورونز مخصوصه لتربيطه الاصوات دي بالميموريز. تمام؟ ده الجزء بقى بتاع الباثوي برضو صورة اوضح يعني. طيب ايه الهيشلز جايروس؟ هي مكتوبة غلط اصلا في السلايد، ما فيهاش واي المفروض. دي بتاعت السبيتش بيرسبشن وorganization، ان انا محتاج افهم اللغه ازاي. فهو ده الجزء اللي احنا قلنا عليه في الاخر، ان هو بيعمل الكولكشن بتاع القصه دي. طيب ايه بقى اللي دكتور محمد سالنا عليها، اللي هو لما بيبقى فيه سنسوري ديبريفيشن، ايه اللي بيحصل لو في اير ما فيهاش سمع؟ في حاجه فيري فريكوينت وكومن بس ما بتتشخص، اللي هي ميوزيكال اير سيندروم. تلاقي حد سنه كبير او مثلا عنده هيرنج لاس، وجاي بيشتكي ان الجيران او بيتخانق مع الجيران عشان هما طول الوقت مشغلين مزيكا بصوت عالي. المزيكا دي بتبقى ممكن تبقى حاجه شغاله طول الوقت، مزيكا هو عارفها، راديو شغال بصوت ميوزك، ويطلع في الاخر ان هي القصه ايه؟ ان هو ده سنسوري ديبريفيشن، فالبرين كونفابليتد ميوزك بالشكل ده. بتحصل كمان مع الناس اللي بتحط الايربودز كتير في، اتفضل. ايوه، طبعا هنشرح دي بقى بالتفصيل في حته في سلايد مخصوصه ليها. بس هي الفكره في ايه؟ ان حتى الناس اللي بتقعد تحط يعني طول النهار تسمع اغاني، لما بيبقى مفيش بقى ستيمولس
ممكن يفضلوا يسمعوا الايكو بتاع الاغنيه كتير يعني. شيلوا ايربودز من دماغكم من ودانكم يا جماعه عشان ايه الموضوع ده بيعمل حوادث. طيب ملخص اللي احنا هنقوله في السلايد دي، يا اما الانبوت قليل اللي هو سنس وديبريفيشن، يا اما الانبوت مستثار بزياده يعني الخلايا المسؤوله عن الاستقبال دي مستثاره بزياده، او ان الكونكشنز ما بينهم في مشكله. هو ده ملخص اللي انا هقوله دلوقتي. اللي جاي ده احنا هندخل في ديبث النيورو اناتومي النيورو كيمستري، فمعلش ايه طولوا بالكم معايا عشان الموضوع عويص، واحنا يعني ايه بنحاول نعمل تبسيط العلوم. تعرفين لما الحاجه تبقى يعني صعبه فبنبذل مجهود اكتر عشان احنا نبسط الصعب ده، فيعني ايه اللي مش فاهم حاجه يوقفني ويسالني عشان بس نطلع فاهمين. في حاجه كده بتحصل مع الناس اللي بتاخد هلوسينوجنز، الناس اللي شغاله ادمان يقول لك مثلا قال لي انا سمعت اللون، يعني في كده نيو اكسبيرينسز اوف بيرسبشن، انا سمعت اللون، انا شميت اللون، يعني حاجات كده غريبه. وانا بدور اكتشفت ان 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 ممكن بعض الناس اللي عندها كولر بلايندنس لما تاخد دروجز تشوف الكولرز اوضح. ففكره ان الهالوسينوجنز او الاستيمولنس بتزود البرسبشن ده يمكن شويه اللي بيخلي الناس الفنانين ياخدوا دروجز وحاجات كده عشان يعني ايه بتعلي الكرياتيفيتي والابداع والكوجنيشن وكده يعني. نعم طيب دي ثيوريز تمام، معلش استحملوني بقى. احنا عندنا بوتوم اب اند توب داون بروسيسنج امبيرمنت. هو اصلا ايه البوتوم اب والتوب داون ده هنقوله. طيب في ثيوري ثانيه اسمها ميموري اند ثوت انتروجن، في ثيوري ثالثه اسمها ميس اتريبيوشن ديفيسيتس، واخر واحده اللي هي الكولكشن المجمعه كله وحاطه بقى اخر ابديتس اللي هي انتجريتد موديل. طيب ايه بقى حكايه البوتوم اب والتوب داون دي؟ هو دلوقتي زي ما احنا وصفنا كده المفروض ان المخ ده فيه اجزاء بتستقبل الصوت، حلو؟ طيب هتستقبله خلاص، يعني هنقف عند النقطة بتاعت ان انا استقبلته، دي اللي هو السنسيشن اللي هي الهيرنج سنس، تمام؟ فالسنسيشن ده عبارة عن ايه؟ انا مش محتاج ان انا اكون اتعلمت ده قبل كده. دي الطريقه مثلا ان البيبيهات بيستقبلوا بيها الاصوات، هو مش محتاج ان هو يكون حافظ الصوت ده ولا اتعلمه ولا اي حاجه ولا عنده ميموريز معاه ولا بريفيوس اكسبيرينس ولا حاجه، هو بيستقبله والمخ بيستقبله وبيفهمه في ساعتها وخلاص وخلصنا، حلو؟ طيب ده السنسيشن. التوب داون بقى اللي جاي من جوه البر، ماي اون بيرسبشن، الاكسبيرينس بتاعتي انا ترجمت الصوت ده ازاي واستقبلته ازاي وفسرته ازاي وعملت ايه، كويس؟ فبالتالي لما يحصل impairment في ده انا اللي هستقبله ممكن ما استقبلوش معايا، ولا انتوا فصلتوا تمام؟ ممكن استقبله بشكل غلط او ما يبقاش في حاجه واستقبلها اصلا، او ان انا احط my own perception على حاجه موجوده فبالتالي بستقبلها بشكل انها hallucination. طيب ايه بقى فكره الميموري اند ثوت انتروجن دي؟ بص لما مخي بيستدعي ذكرى قديمه بيستدعيها ازاي؟ مثلا انا دلوقتي بعيط، كويس؟ فراحت مخي استدعى ميموري لموقف مشابه كنت بعيط فيه، حلو؟ فهنا الميموري دي او اللي احنا بنقول عليه منتال ايفنت ده جه في سياق، جه في سياق شبهه وانا فاهماه وقادر اعمل كنترول عليه، حلو؟ طب لو مخي بقى عمال يبعت كده حاجات out of nowhere ملهاش دعوه ولا بره السياق في وقت مش شبهه وانا مش مستوعباها او مش perceiving البتاع ده، فهستقبلها كانها stimulus جاي من بره، تمام؟ فهو النظريه دي بتقول ان الهالوسينيشنز ما هي الا deformed mental images جايه في بره السياق، تمام؟ ماشي؟ طيب المس اتريبيوشن ديفيسيت دي بقى ايه اللي انا قرصت فيها دكتوره رفيده المره اللي فاتت. دلوقتي لو انا جيت حد مثلا دكتوره هند قرصتني، اوكي، على غفله، انا مخي بيستقبل ده ازاي؟ اكسترنال ستيمولس جالي بينفول على فجاه خضني، صح؟ فايه اللي حصل؟ اتوجعت قوي،
تمام؟ هل ده هيبقى زي لو انا بقرص نفسي؟ ليه؟ انا عارفه ان ده ماي اون بودي، ودي كمان انا مخي بيستقبل الحركه بتاعتها، وعارفه انا هقرص فين، وعارفه الحده اللي هقرص بيها، وانا بيرسيفنج ده within my own borders، دي حدودي انا، غير لما يجي لي حاجه من بره استقبلها. الناس السايكوتيك بالذات بيبقى عندهم مشكله في البوردرز، فبيبقوا مستقبلين الانر فويسز على انها اكسترنال فويس، فصوت المشي، مضغ سنانه، الحركه بتاعت الامعاء بيستقبلها انها ايه؟ ستيمولس جاي من بره، اكسترنال ستيمولس، فبتبقى بنفس الفايرنج اللي بيحصل للبرين مع اكسترنال ستيمولس. تمام؟ في اي حاجه حد عطلان فيها؟ عشان بس ايه؟ حد عايز اعيد حاجه؟ عايز استوضح حاجه؟ هيستقبل الصوت من بره مش من جوه. يعني بيقول لك ممكن يسمع الانتستاينال موفمنت على انها اكسترنال ستيمولس. اتفضل. بوتوم اب، بوتوم اب ده. طيب دلوقتي لو احنا مش هيومنز، لو احنا ماشين، والله حتى الماشينز بقى الارتفيشال انتليجنس عامل اكتر من كده، لو انت بتستقبلي صوت بس، فانت هتستقبليه كما هو. يعني مثلا انا بقول لك دلوقتي ازيك عامله ايه، فانت هتستقبليها ازيك عامله ايه من غير ما يبقى فيها تاتش بيرسبشن ولا ايموشنز ولا والله دي كل يوم بتصبح عليا، ولا دي مثلا النهارده شكلها مش تمام، بتقول لي التون من غير نفس. تمام؟ ده بقى اللي انا بسميه اللي هو ماي اون بيرسبشن. تمام؟ اللي هي توب داون. لكن البوتوم اب اللي هو العادي اللي هو البيزك بيرسبشن بتاعنا، التوب داون ده بقى هو اللي بيبقى فيه امبيرمنت. يعني انا ممكن ما يبقاش فيه، يعني زي ما هو مثلا الفيديو اللي احنا شفناه، هو ان الاثنين كانوا واقفين بيتكلموا، هو ازاي بيرسيفد ان هم بيراقبوه، او ازاي بيرسيفد الراجل اللي بيديله الفلوس ده على ان هو دي المفروض فلوسه، هو الصوت عمال يقول له سرقها سرقها، طب ما هي اصلا فلوسه، فهو ازاي استقبل على ان دي فلوس بتاعت حد تاني، وان هو لو خدها هيبقى سارقها. دي بقى فكره التوب داون. تمام؟ فهو ممكن يبقى الاستيمولس عادي او مش موجود، بس انا بيرسيفد بشكل مختلف عن الطبيعي، ودي اللي بتكون الديلوجنز. يعني وليها علاقه، يعني مثلا الثيري بتاعت الانتروجن بتكون، ممكن تفسر لنا مثلا ديلوجن ميموريز اللي هو انا استقبلت حدث قديم على ان هو بشكل مختلف، يعني I perceived بشكل مختلف. تمام؟ فالميس اتريبيوشن دي ليها علاقه بماي اون بوردرز واللي جاي من بره واللي جاي من جوه. دي بتبقى برضو في الانتيرو سنجلت جايروس والتمبرال ريجنز. تمام؟ طيب ايه بقى الانتجريتد موديل؟ اخر واحده خلاص، خلاص اللي جاي سهل. ايه الانتجريتد موديل ده؟ هو بيتكلم على من بدايه تكوين الهلوسينيشنز اصلا، وهي ازاي بتبقى فورم. اشمعنى ده بقى اللي بيفسر لنا، اشمعنى ده السؤال اللي حضرتك قلته في الاول، اشمعنى ده بيسمع صوت ست وده بيسمع اصوات ناس كتير، واحد بيسمع اصوات بتشتمه في حين واحد تاني بيسمع اصوات بتعلق عليه، اشمعنى؟ فهي هنا ده سي بي تي موديل. احنا طبعا اللي عارف سي بي تي عارف فكره ان احنا، هو سي بي تي ما هو الا كوجنيشنز، طريقه تفكير، تمام، والبيهيفير ريجاردنج الكوجنيشنز ده، وطبعا المشاعر المصاحبه. فاحنا هنا بنتكلم على ان الكوجنيشنز دي كانها كده هوت، كانها شغاله بزياده، حلو، والثريشولد بتاع الهالوسينيشن في البرين قليل، فسهل ان هو يتريجر الهالوسينيشن. تمام؟ ده الفورميشن بتاع الهالوسينيشن، ان الشخص ده عنده ما يوجد اصلا في الكوجنيشنز بتاعته تخليه يستقبل هالوسينيشنز. تمام؟ شكل الهلوسينيشن ده هتبقى فورمد ازاي بناء على الكوجنيشنز بتاعته. فلو انا ديبرست هتبقى الهلوسينيشنز بتاعتي ايه؟ تشتم فيا او بتلومني او بتضايقني. تمام؟ طب لو انا مثلا مانيا فهتبقى الناس بتتكلم عليا وغيرانه مني وما اعرفش الكلام ده كله. تمام؟ فده الفورميشن اصلا، انها ليه اصلا اشمعنى الراجل ده اتكونت واتكونت بالشكل ده. الفيكسيشن بقى ايه اللي يخلي الهلوسينيشن، يعني مثلا انا استقبلت هلوسينيشنز اهو، فايه اللي يخليها تفضل موجوده جوه دماغي وما تمشيش؟ ايه اللي يخلي مخي قابلها؟
مثلا، فهي برضو ماتشنج مع ايه، مع الكور بليفز بتاعتي. فالكور ده احنا دلوقتي بنتكلم سي بي تي موديل، فاحنا بنتكلم على فكره ان هي دي حاجه سي بي تي بيور يعني. طيب المينتننس بقى هي بقى فكره ان الحاجات الايفنتس اللي بتحصل وطريقه تعاملي معاها والكوبنج، فهو ده اللي بيخليها تستمر او تنتهي. دكتور احنا قلنا ان البيشنت بيبقى عنده مشكله في البوردرز، البوردرز دي مش مجرد بس المكان، بس مش اللي هي الكرنت الاكسترنال بس، في مشكله في الزمان برضه. عارف النظريه بتاعت الاناليتيكال، الايجو، الايجو الايجو ستيت، يعني هي دي فكره ان انا بره ولا جوه، ده انا ولا ده مين، هي نظريه اناليتيكال شويه مع السي بي تي. ما هي دي بتاعت الانترو، دي اللي قبلها، دي اللي قبلها، دي اللي هي الانتروجنز، البريفيوس ايفنتس. طيب فيبقى التجميع بقى بتاعت الكوجنيتيف موديل، ان هو هي بتجميع كله، الانتجريتيف موديل ده بتجميع كله، ان انا مش قادر اعرف نفسي من المحيط الخارجي او الاستيمولاي الخارجيه، وان انا مش قادر اعمل كنترول على ماي اون ثوت او بيرسبشن، والكواليتي نفسها، وبعدين الايموشنز ودخلها مع القصه دي. طيب خلاص، يبقى احنا كده فهمنا ان اللي بيحصل هو الوصله ما بين البرين وبعضه فيها مشكله، واللوس اوف سنس اوف كنترول، تمام، والفرونتو تيمبرال كونكشن فيه مشكله. في حاجه بقى فيديو هوريه لكم دلوقتي، في المفروض كده الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها بتعتبر، يعني هو طبعا اكيد المخ مش بهذه البساطه، يعني مش ان كل حته في البرين بتعمل حاجه، لا، هو اصلا في انتر كونكشنز سيركتس، اللي هي برين سيركتس، اللي هي اصلا بتشرح كل القصه دي، موجوده ما بين كل جزء والتاني، كويس. فالبرين سيركتس دي بقى كلها متوصله مع بعض. طب لو انا عندي شبكه كهرباء كده متوصله ببعض، حد ليه في الكهرباء، لازم يبقى في خط ايه، سلك ارضي، ليه؟ عشان يهندل الدنيا بالظبط. فهي دي القصه، ان في جوه المخ في فرامل او فاين تيونينج بتخلي السنكرونايزيشن بين كل النيورال سيلز دي ماشي مع بعض، كويس. طيب وبالتالي ايه اللي يحصل، الداتا اللي جايه دي كلها، هنا في فايرنج، في اكسايتاتوري سيلز، تمام، وفي فرامل او حاجه بتهدي الدنيا. انا بقى هوريكم دلوقتي النيورونز دي اسمها ايه، اسمها برافا البومين فاست سبايكس. شكل السيلز دي نفسه مختلف عن بقيه البرين، صغننه وفاست سبايك، التوصيل بتاعها اسرع عشان تقدر تكونكت كل البرين ببعضه وتعمل تيونينج، وكمان هي نسبتها قليله لكن تاثيرها مهم جدا. البرافا البومين ده قليل في الناس اللي هم سكيزوفرينيا، خلاص. فاحنا هنا اتس ماتر اوف فرامل فايرنج سينكرونايزيشن، تمام. Over the past years, there's been a tremendous interest in how neuronal structures produce and regulate fear behavior because of the unprecedented clinical applications this knowledge can provide. However, to date, the specific neuronal circuits and mechanisms that allow for the precise control of fear behavior are still largely unknown. Recently, an interim research team directed by Dr. Cyril Harry at Neurocenter Magie in Bordeaux, France, has identified two important بس توضيح، هو الفيديو ده بيتكلم عن الفير في الفيرين، كويس، بس هو بيفوكس على ايه، الدور في لاترال بريفرونتال كورتكس اللي احنا اتكلمنا ان هي المايسترو بتاع القصه كلها، تمام. فهو اصلا يعني النيورونز دي مسؤوله عن الكوجنيشنز، مسؤوله عن الفير، مسؤوله عن البرسبشن، مسؤوله عن السيك. فهي يعني هي هو هنا الفيديو عن الفير، لكن هو احنا بنتكلم يعني في المبدا نفسه. The
neuronal mechanisms that are responsible for the precise control of fear behavior in behaving rodents. These two mechanisms are illustrated in the present animation. This animation illustrates the activity of the two most common types of neurons in the brain, inhibitory and excitatory neurons. Here, in a region of the brain called the prefrontal cortex, inhibitory and excitatory neurons interact in a precise manner to control fear behavior. One particular type of inhibitory neuron, named the parvalbuminergic interneurons, or more simply, PV interneurons, are labeled in blue, whereas the excitatory neurons are labeled in red. The changes in activity of these two neuronal populations also appear at the top of the animation. Under normal conditions, PV interneurons are known as the brakes of the brain because they massively inhibit the activity of prefrontal excitatory neurons. In the animation, when the blue PV interneurons are excited, the red excitatory neurons are strongly inhibited. In the laboratory, after training rodents that a tone was followed by a mildly aversive event, the rodents became afraid of the tone. Interestingly, the researchers observed that the activity of PV interneurons was strongly reduced during these fear-associated tone presentations. This strong inhibition of PV inhibitory neurons consequently produced a massive activation of excitatory neurons. This disinhibitory mechanism allows the excitatory neurons to be more reactive to the fear-associated tone and ultimately drive fear behavior in rodents. Additionally, the authors of this study observed that during inhibition of PV interneurons, that is, when the animals were afraid, waves of electrical activity in the brain, which reflect the activity of thousands of neurons, momentarily increased their magnitude. This transient increase in brainwave activity synchronized the activity of excitatory neurons. In the animation, this is illustrated by the fact that when PV interneurons are inhibited during the tone presentations, excitatory neurons fire together in a rhythmic manner. In summary, the authors of this research identified two important neuronal mechanisms, neuronal disinhibition and synchronization of excitatory neurons. Thus, precisely coordinating and enhancing the neuronal activity of excitatory neurons in the prefrontal cortex that are responsible for driving fear expression. وده اللي بيفسر ايه بقى؟ اللي بيفسر ان ساعات ممكن الهلوسينيشن ما تبقاش ماشيه مش ابروبريت مع المود او مع الثينك، لان اتس ماتر اوف سينكرونايزيشن. تمام. طيب بالنسبه للنيورو ايمجنج، طبعا اي حاجه بنقولها ان الجراي ماتر ريديوسد، وايه ان الاماكن اللي احنا قلنا عليها دي بيبقى فيها مشاكل. تمام. احنا زي ما قلنا ان هي ان السيلف سبوكن، لقوا في الكونكتيفيتي في الاف ام ار اي ان السيلف سبوكن ووردز جريتر ذان الاستقبال بتاعها اذر بيرسون وورد، اللي احنا قلنا عليها بتاعت ان انا بستقبل اللي جوه اكتر من اللي بره. طيب نيوروكيمستري بقى مش هندخل فيها كتير. السيل ميمبرين تيرن اوفر، الكولين والجلوتاميت والاسبرتيت. طيب تريتمنت بقى، احنا بنعمل ايه مع الهلوسينيشنز؟ في جملة واحدة على حسب سببها. تمام. فلو هي out of psychosis هندي antipsychotic. يعني مثلا الست بتاعت الميوزيكال اير سندروم دي، الانتيبسيكوتيك مش هتعمل معاها حاجة. ليه؟ امال ايه اللي يعالجها؟ تسمع كويس، نعالج الهيرنج لوس، او نخلي الانفايرمنت بتاعتها ريتش. يعني بدل ما يبقى هي قاعدة في سنسور ديبريفيشن ومفيش حد بيكلمها، لا يبقى في تلفزيون بتشغله ومش عارف ايه بتعمله، فكده خلاص عالجنا الهلوسينيشن. طيب ترانس ماجنتيك ستيميليشن، طبعا كوبينج استراتيجيز، كل ده طبعا سي بي تي مودلز. في الاي بي سي اناليسيس اوف فويس، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو ان انا بعمل الترتيبه بتاعه اكتر وقت. عارفين كده دايما مع اي بيهيفيرال ثيرابي احنا دايما لازم نعمل مونيتورنج كده، اكتر وقت انا بسمع فيه الاصوات، بسمعها في انهو سات، الكوبنج ميكانيزم بتاعي ايه. فلما اعمل الجدول ده اقدر ان انا اوفر لاب القصه دي، او ان انا الاقي كوبنج ميكانيزم تاني. اخر حاجه بقى، واللي بشكر الدكتوره روفايدا انها خلتني اعيد المحاضره عشان ايه نتكلم فيها النهارده، الفيديو رياليتي. هو دلوقتي بقى فيه افاتار كامل
من صنع البيشنت بصوت وكل حاجة هو عايزها، وبنحط الأفاتار ده مع الدكتور ونخلي دي السيشن. دي السيشن عبارة عن once weekly 45 دقيقة بيقعد فيها الدكتور، والفكرة الكونسبت بتاع العلاج ان البيشنت يعمل كنترول على الفويس، يعني ان هو يحطه كأننا كده حطيناه في حاجة وبعدين قدرنا نعمل عليه كنترول كويس، فده بيخليه يحس اصلا بالسلف كنترول ويفرق اللي بره من اللي جوه، وكمان يدخل ديالوج مع البرسكيوتر ده. اتفضلي. انت عارفه الفي ار، نظارات الفي ار، نظارات الواقع الافتراضي؟ جربت؟ ما جربت؟ لازم. دي تجربه يعني فظيعه جدا. انت بتدخلي، وهو دلوقتي يعني المفروض ان شاء الله يعني احنا داخلين على الايرا بتاعه ان كل حتى السوشيال ميديا تبقى كده، يعني فكره حد جرب الابلكيشن بتاع الارتفيشال انتليجنس الجديد ده مرعب. يعني انا اترعبت بجد من صور صحابي ومن صور الناس، ان هو فعلا جايب كل لمحه في وشك بالاكسبريشنز بكل حاجه بكل الزوايا. ده طبعا شغال طول الوقت معانا بالفون كاميرا وبالصوت وبالالجوريزم بتاع دماغنا وكده. ففكره الارتفيشال انتليجنس او يعني هو مشتق منها فكره الافاتار ده، ان احنا نعمل فيرتشوال عالم موازي، عالم موازي للي احنا فيه ده. انا موجوده في العالم. في فيلم كده اسمه بلاير 1، حد شافه؟ بلاير 1 لازم تشوفوه عشان احنا داخلين على بلاير 1 ده. المفروض ان هو بلاير 1 ده عباره عن ان احنا في عالم كامل احنا عايشين جواه من خلال الفي ار جلاسز دي، بصوت، بشخصيه كامله، بكل حاجه، زي فيلم افاتار كده. فهي الفكره ان انت، هو بما ان الفويس ده احنا مش عارفين مصدره، فاحنا هنركبه على افاتار. حلو. فانا كده بقى في حاجه قادره امسكها، بقى في حاجه قادره اواجهها، بدل ما هو كده حاجه جايه من بره مش عارفه جايه منين ومش قادره اعمل عليها كنترول، مش عارفه اذا كانت هي من جوه ولا من بره. ف الناس، الدكتور واللي ما هو في تكنيشن شغال، لا ما احنا مش احنا اللي هنعمل الكلام ده، في برامج كامله على فكره، حتى الاوتيزم في البرامج دي، في برامج كامله عشان السنسيشنز. فهو دي اوريدي حاجات معموله، هو بيوصلها بالبرين وبيخليه يستقبلها، بس مين بقى اللي هيختار الشكل والصوت، تون الصوت؟ عارفه لما في الشرطه كده يقول لك قولي لي المشتبه فيه كانت عينيه عامله ازاي فتركبيه، فبيركبوا بقى الشكل بتون الصوت بكل حاجه، فبقى افاتار كامل مجسم 3 دي قدامي. فانا بعمل ايه بقى؟ بتكلم معاه. فانا دي اول خطوه، ان ده مش انا، تمام، ان ده اكسترنال. فانا نقلت درجه، ده اللي احنا بنقعد نهري فيه في السي بي تي مع العيان. طب انت ايه اللي يخليك، طب اثبت لي ان الصوت ده جاي من جواك، طب مش يمكن، طب اشمعنى انت اللي سامعه؟ ده احنا بنقعد نعمل سي بي تي اوف سايكوزس، ده قصص. فلا، هو ده بقى اصلا، هو يعني حرك الخطوه اللي هو، لا هو اهو اتكلم معي بقى، اتعامل معي. وذن طبعا سيشن فيها الثيرابيست موجود عشان يسبورت والحاجات دي، يعني هي قصه كده. فهو الفي ار داخل في كل حاجه دلوقتي، واغلب الحاجات كمان اللي فيها ايموشنال ريجوليشن. يعني مثلا حد شاف في كل اسبوع يوم جمعه؟ بلاش، مش هجيب سيرته خلاص، ماشي. فكره ان انا مثلا اطلع الاجريشن بتاعي، مثلا بيحصل اطلع الاجريشن بتاعي في حاجات فيرتشوال برضو، او اطلع الديزايرز في حاجات فيرتشوال، فده بي بي بيقلل الستريس في الريل لايف. يعني هو بيخلق صوره، بيخلق انسان كامل وصوته بصوته، ايوه بالظبط، باللي هو مستقبلها بهيز اون بيرسبشن. تمام. اتفضل. هو المشكله دي سلبي، ما هو احنا هو اصلا العيان بيقول انا سامع صوت من بره، ما هو افاتار شكل الصوت اهو. طب ما هو طلع افاتار، ما هو طلع برنامج كده سليم، ما هو افاتار. هي اتس ماتر اوف ايه؟ اتس ماتر مش ان هو موجود، انا مستقبله ازاي، انا عامل عليه كنترول ولا لا. هي دي قصه كنترول على الصوت، مش ان هو اكيد بالظبط السكيل دي سكيل، ان انا اولا فهمت ان ده مش انا، ثانيا انا عملت كنترول على الصوت. تمام. ما هو اصلا عيانين الهاي اديوكيشن والاسكا بيعملوا كده لوحدهم، يعني هما بيقعدوا يركبوا الصوت على حاجه، او ان هما يغلوشوا عليه، او ان هما يناقشوه ويجادلوه فبيقضوا عليه، او حتى بيبقى وذين كنترول. انا عارف دلوقتي ان انا هبقى ستريسد،
يعني في عيانين اذكياء جدا بيعملوا كل ده لوحدهم، انا عارف ان ده بيزيد اكتر في وقت الاستريس، فانا في وقت الاستريس هحط السماعات او هروح اتكلم مع حد او هروح اعمل معرفش ايه، او انا هقول للصوت لا انت مش حقيقي مثلا. فهي دي قصه، بس احنا بنساعد العيان بالتكنولوجيا يعني. ده شكل لا موجود 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 وعليه ريسيرشز من زمان. اهو دي الانتر اكشن روم، ده الفي ار اهو، هو لابس السماعات اهو، وده الدكتور معاه، وبعد كده بيبداوا ان هم يشوفوا الانتر اكشن بتاعه مع الموضوع. ده معناه اللي احنا حكيناه ده كله ينطبق على كل السنسيشنز بس الاوديتري هالوسينيشنز. الليف نتفليكس شاف كوين جامبت، طبعا انا عندي تحفظ. ايه ده؟ اصلا انا عندي تحفظ على الايشو دي لسببين. اولا احنا قلنا ان البرسبشن ممكن يزيد بالهالوسينوجنز، لكن الكوجنيشن والجادجمنت مش هيزيد، هيبوظ. فما تقوليش ان في واحده فازت في مسابقات الشطرنج وكانت عامله حاجه يعني قاتله، يعني حاجه اسطوريه في هيستوري الستات في الشطرنج، عشان تقولي في الاخر انها كانت بتبلبع دروجز عشان تبقى كده يعني. يعني ما تقنعنيش بده، اكيد الجادجمنت والكوجنيشن اعلى من كده. ايه ده؟ لا كان كان انسيكوتيك او هالوسينوجين، لا كان حاجه فيها، كان حاجه فيها انتي كولينرجيك. ده كان اول ده. لا هي كانت بتاخد كحول وبنزو، وكانت بتاخد البتاع الكبسولات الخضراء دي غالبا كانت نيروزين يعني، بس مش عايزين نقول. طبعا عشان الاندر ايج اللي حاضرين اللي بيحبوا الكوري، ده مسلسل ملوش اي علاقه بالاوديتري هالوسينيشن، هو اسمه اوديتري هالوسينيشن، هو ملوش اي علاقه بالاوديتري هالوسينيشن. ده اللي هو التعديل بتاع فيلم سبلات، ومترجمينه على انه فصام. فاصلا احنا ما عندناش مالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردر، يعني اتس فيري رير كونديشن، وهو اصلا ده مش سايكوزس واساسا يعني. فاحنا بس ايه عشان هذه الصوره للتوضيح ليس الا، بس التراك بتاعه حلو بصراحه يعني، التراك بتاع المسلسل حلو. معرفش مين شاف الفيلم ده، هو محي اسماعيل كان المفروض ان هو الصوت، محي اسماعيل كان عامل الاوديتري هالوسينيشن، فهو كان بصراحه فيلم مسخره جدا يعني، اللي هيشوفه هيتبسط. والحقيقه ان ده تقريبا اقرب واحد انا لقيته شبه الاوديتري هالوسينيشن تايب يعني، الصوت انترودنج وبيكلمه بيعلق عليه، وكان لطيف جدا يعني. بس الفيلم ده اندر ريتد للاسف يعني. دي بقى انا ما شفتهاش بصراحه، بس الزملاء ايوه أريز قالت لي عليها، فشكرا يا أريز. هو المسلسل ده معرفش اللي بيشوفه يعني، كل الناس ريكومندد ان هو بيتكلم عن حاجات كتير في السايكايتريك إلنس، ومتمثله صح على يعني، والعهده على الراوي، انا لسه ما شفتوش. ايه اهميه الميديا في الحاجات دي؟ لا معلش انا رجعت. ايه اهميه الميديا دي؟ مهمه جدا في السايكو اديوكيشن، لانها بتقرب الصوره. وللاسف يعني مثلا فيلم زي بتاع احمد حلمي اللي هو اسف على الازعاج، هو مش شبه السكيز بتاعنا يعني. هو السكيز مش بيشوف واحده واضحه ويتكلم معاها ويروح يخرج معاها ويروح معاها عين سخنه يعني، مفيش الكلام ده يعني. ففكره ان انا اقول لعيان انت فصام ويبقى هو ده انطباعه عن الفصام، او العكس بقى ان هو يبقى مش سايكوتيك ويجي يقول لي لا ده انا شبه مش عارف ايه. ففكره ان احنا بنحتاج ميديا تبقى شبه الحاجات بتاعتنا عشان نوضح اكتر الصوره. طبعا مفيش يعني الحاجات دي زي ما شفنا الفيديو الاولاني كده، في كتير مننا ما كانش متخيل هالوسينيشنز الا لما سمعها بالشكل ده، قد ايه هي مزعجه، قد ايه هي ستريسنج، قد ايه كده. فكل ما انا بنصح العيان ان هو يشوف حاجات مثلا ليها علاقه بالالنس بتاعه بتبقى كويسه جدا. خلاصه المحاضره، perception is unique to each individual. We are interpreting the sensation based on our own individual schemas. اللي هي مبنية من our knowledge, our experiences, our memories, and our expectations and our feelings. Okay. فبالتالي أنا محتاج أفهم الـ hallucinations في هذا السياق، إن هي جاية من جوه، وده اللي إحنا هنشرحه للعيانين. ان انت مخك عاملها علشان هي جايه من جوه مش جايه من بره، ودي اول حاجه في السي بي تي مع الهالوسينيشنز. في انترناشونال كوميونيتيز طبعا احنا عشان الاستجمام ما بنقولش عليها هالوسينيشنز، احنا بنقول عليها هيرينج فويسز، ف علشان نقلل الاستجمام، ولان زي ما احنا قلنا انها مش كلها بتبقى اوف ميديكال ايلنس. كل المؤسسات دي مؤسسات انترناشونال وليها ويب سايتس وليها هوت لاين
وبتعمل سبورت للناس اللي عندها هالوسينيشنز يا من خلال ان هم يسهلوا لهم ثيرابي او يعملوا لهم جروب او يوصلوهم بدكاتره. ثانك يو.